يعيش أهالي العاصمة عدن أوضاعا أقل ما يمكن لنا وصفها بالكارثية، حيث أن الأزمات ما زالت تعصف بمدينتهم، وبسبب ما خلفته الحرب الدائرة في بعض المحافظات اليمانية من تركة الدمار والخراب وغياب الخدمات التي تأتي بشكل متقطع في هذه المحافظة التي توصف بالمحررة، حيث ما زال بعض سكان العاصمة عدن نازحين في مساكن غير مساكنهم بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على مدينة عدن، وخلفت دمارا وخرابا الكثير من المنازل والمؤسسات والفنادق والتي ما تزال آثارها شاهدة وبادية للعيان، بل وشاهد هي لبشاعة تلك الحرب وعدوانية تلك الميليشيات وحقدها على كل شيء. دمار في المنازل والمساكن في كل مكان وفي كل مديرية، الخراب والركام هنا وهناك، فهناك من الأسر فقدوا أعز وأغلى ما لديهم، نساء وشيوخ، شباب وأطفال في عمر الزهور قضوا في هذه الحرب اللعينة، مواطنون دمرت منازلهم وأصبحوا بين عشية وضحاها في العراء، وهم اليوم محتاجون إلى مأوى يؤويهم ويستظلون تحت السقف يشعرهم بالأمن والأمان بعد أن باتوا يعيشون حياة الذل والمهانة في بيوت ليست بيوتهم، فالبعض يعيش في بيوت الأهل والأقارب ومنازل للإيجار، تجار ورجال أعمال فقدوا وتكبدوا خسائر فادحة بفقدانهم لمصانعهم وهناجرهم ومخازنهم ومحلاتهم وفنادقهم التي تعرضت أغلبها للتدمير والتخريب، حيث لا شيء في هذه الدنيا ينسيك تلك الذكريات في المسكن الذي ولدت وتربيت فيه مهما كان حجمها، لا شيء في هذه الدنيا ينسيك متجرك وبضاعتك التي بذلت فيها كل الغالي والنفيس، وأنت تشاهدها تنمو يوما بعد يوم، وأنت تسعى بطلب الرزق الحلال والبيع والشراء، وفجأة بسبب هذه الحرب الظالمة تصبح وقد خسرت كل شيء. للمرء منا أن يتذكر كل شيء جميل كان في هذه المدينة وقد صار مدمرا وبقايا أطلال، لا شك وأنه سيشعرك بألم وحزن عميق لا تقوى على تحمله جبال شمسان وردفان، فالحرب لا تترك وراءها غير مدن للأشباح. عبد الله يحيى أحد التجار الذين عصفت به الحرب يعمل في تجارة وتوزيع المياه المعدنية والمشروبات الغازية، فجاءت الحرب وهدمت كل شيء شيده وبنى فيه أجمل آماله وطموحاته، وتكبد بعدها خسائر فادحة. كان عبد الله يحيى يمتلك هنجر لتخزين بضائعه، صار هذا الهنجر بقايا أطلال وأثرا بعد عين. يقف عبد الله يحيى كل يوم على أعتاب ذلك الهنجر وهو يحبس دموع الحزن والألم. أدعو الله وأرجوه أن يعيد إلينا يمننا الحبيب الذي خسرناه منذ استولى عليه الطاغية هذا علي عبد الله صالح وسرذمة الحوثيين، وكل ما نتمناه من قيادتنا السياسية وفخامة الرئيس عبد الرب المنصور ودولة رئيس الوزراء وقيادة دول التحالف وفي مقدمتهم الملك سلمان أن يوقفوا الانهيار الحاصل في اليمن، الانهيار في الحياة. الحياة في اليمن تنهار كل يوم، حتى مش على مستوى الأماكن التي فيها الحروب، إنما في المناطق المحررة كذلك، انهيار في التعليم، انهيار في الصحة، انهيار في التجارة. لا أتمنى فقط أن تحل مشكلتي أنا، مشاكلنا نحن شريحة المستثمرين، رغم أن هذه الشريحة هي من يعول عليها بإعادة اليمن وإعادة التنمية مرة أخرى. يكفي أن هذه الشريحة هي التي ترفز خزائن الدولة بمبالغ مالية هائلة كل يوم، ألا يعلمون هذا الأمر؟ يعني قيادتنا السياسية مفروض أنها
تعيد يعني إدارة عجلة التنمية، من سيعيد هذه التنمية إلا المستثمرون والتجار؟ إلى اليوم ملف التجارة والمستثمرين وما حصل لهم لم يفتح، لماذا؟ سنتان من التحرير لم نتلقى حتى خطاب، لم يصدر قرار مشان لأجل إعادة الثقة، لأجل إعادة الثقة لهؤلاء المستثمرين لإدارة مصانعهم، لإدارة محلاتهم. أنا بصفتي موظف قديم مع عبد الله يحيى يعني من سنوات عديدة، أوضاعنا القلطرة زي ما قلت لك أول يعني تغيرت بالكامل، يعني توقعنا أنه الآن بعد سنتين من انتهاء الحرب أنه يعني على الأقل أنه الأوضاع شوية تتحسن من ناحية يعني الاستقرار اللي في البلاد من ناحية، لكن مرت سنتين لحد الآن الرؤية معتمة، يعني لم نرى أي تجاوب يعني من ناحية الإصلاحات في البلاد، يعني قد سبحان الله الرؤية المستقبلية أنها تكون أفضل، يعني كله بيد الله عز وجل، الأمور يعني تتحسن بشكل أكبر عما كانت الآن، وإن شاء الله تكون تعود أفضل مما كانت أيام ما قبل الحرب. الأوضاع تغيرت من بعد الحرب عن ما كانت ما قبل الحرب، من ناحية استقرار العمل، من ناحية استقرار الأسعار، بعد ما انضربت هناجرنا ومحلاتنا يعني رأس مالنا تضرر بشكل كبير، وبالتالي كما تضررت عملية البيع والشراء من بعد الحرب عما كانت قبل الحرب، كان رأس مالنا كبير وكانت بضائعنا كثيرة، لكن بعد الحرب يعني تضررنا بشكل أكبر بشكل أوسع، يعني تخيل أنت الآن استقرار الأسعار مش موجود في السوق، فأصبحنا لا نقدر نبيع ولا نشتري من ناحية يعني من ناحية العملة لما انضربت الآن في السوق، من ناحية رأس المال عندنا يعني أصبح غير كبير جدا زي ما كان من أول، من ناحية الخسارة اللي تحملناها في الحرب بشكل كبير كانت يعني حتى على مستوى شخصي، يعني الرواتب كانت قبل الحرب كانت أفضل وكانت يعني بشكل أعلى، الآن بعد الحرب يعني تضررنا شوية يعني، بس الحمد لله يعني ما نقول إيش نقول عد في ظل أوضاع مثل هذه يعني حضرت في البلاد. طبيعة عملنا يعني بالنسبة لي كنت رئيس قسم الفريق الهندسي لحصر مديرية الأضرار في مديرية دار سعد، ومديرية دار سعد إلى جانب بقية المديرات كل مهندس كان في لها رئيس فريق ويعني تحت إشرافه مجموعة من المهندسين. في دار سعد كان عندي 22 مهندس ما بين أساسي ومتطوعين شباب، فقمنا بتقسيمهم إلى 8 فرق، وكنا في نزول يعني يومي، يعني مسحنا منطقة دار سعد مديرية دار سعد إلى 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 تقريبا حدود لحج. اشتغلنا في ظروف استثنائية صعبة جدا، قعول أنت تعرف دي المناطق كانت مناطق حرب مفتوحة، يعني ألغام، مخلفات صواريخ إلى آخره، يعني اشتغلنا في ظروف والحمد لله اجتزنا هذه المرحلة وتم كل شيء إن شاء الله بخير. لحد الآن نحن لازلنا نحصر الأضرار، نزلنا مع المواطنين اللي قيدوا المصانع أو الهناجر أو المنشأة التي تخصهم قيدوها هنا في سجلات، نحن على ضوء ننزل بعدين. نحن حصرنا جميع الهناجر والمصانع في منطقة دار سعد وغيري من الزملاء في كلهم في مديريته في منطقة دار سعد أو مديرية دار سعد، حصرنا بالذات الأماء يعني مصانع، بعطيك أمثلة يعني الهناجر تبع أرض حمير مستودعات حرقت بالكامل، مصنع المياه الغازية اللي في قعولة تقريبا المياه الغازية والمياه المعدنية، مصنع الجنوب للمياه الغازية، يعني عدة 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 معامل ومصانع نزلناها وحصرناها، وكذلك الفنادق في فرقة خاصة بالفنادق اشتغلت الفنادق بشكل كامل تم حصر الأضرار. أيوة والتكلفة كل شيء يفترض هو يجي يسجل، هو يجي يسجل ويطرح رقمه ونحن نتواصل معهم بالتليفونات، لأن ما أقدرش أجي أدخل هنجر في مواد تقول لي بكذا كذا مليون، أنا أدخل نفسي في تهمة ليش؟ ما نقدر نحن نجتاز ما يعني ندخل بدون استئذان صاحب الشأن أو جهة معنية رسمية، فكيف أنا حتى لو مريت عنده ما أقدر أدخل الهنجر حقه؟ أنت تقول في بضاعة بملايين كما لي حق أدخل، لازم بإذن من جهات مختصة أو الشخص نفسه يحضر أيوة أو من ينتدبه أو من وكيله أو إلى آخره، ووقت النزول لازم يكون موجود لأن المسألة حساسة جدا دي، يعني أموال ومعدات إلى آخره، من بيتحمل مسؤولية؟ إذا أجا ننزل معه حتى لو مش مقيد، أجا ننزل معه حتى لو مش مقيد، لكن نروح نقتحم ندخل المكان بدون استئذان هذا لا يمكن، أو نحصر بدون استئذان لا يمكن،
لازم لازم دي مصانع، دي معدات، دي اموال، حتى لو كان بيت شخصي انت ما تقدر تدخل بدون استئذان. طبعا قبل التدمير كان هذا المخزن يعد بالبضائع التجاريه من مياه غازيه، مياه معدنيه، عصائر البان وغيرها من السلع الغذائيه التجاريه. انظروا حجم الدمار الذي لحق بهذه المنشآت. طبعا هناك منشآت تجاريه اخرى جرى تدميرها مثل هذه المنشأة، يعني مثل هذه المنشأة. نحن نرجو من الدولة ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يعني إرسال لجان رسمية يعني لتقييد حجم الضرر، تقييد حجم الضرر يعني، والشروع بتعويض الناس يعني. وعقب تحرير المحافظة الجنوبية وتحديدا محافظة عدن واستشعار بحجم المسؤولية، قام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة منذ شهر أغسطس عام 2015 بتأسيس فرق عمل لحصر الأضرار الناتجة عن الحرب في جميع المديريات الثمان في محافظة عدن. هنا كان جليا مستوى الدمار الذي خلفته الحرب، حيث تم تقدير الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والصادرة وفق التقارير الخاصة بحصر أضرار الترميم والهدم الناتجة عن الحرب والصادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن، والتي قدرت بحوالي 83 مليون و 297 ألف و 796 دولار. إعادة بناء ما خلفته الحرب سيلعب دورا حيويا في تحويل محافظة عدن إلى ساحرة المدائن وقبلة المحافظات. هذه الجهود الجبارة المبذولة من قبل مكتب الأشغال بعدن في حصر المباني السكنية والمرافق الحكومية تأتي في ظل العجز وشحة الإمكانيات والمكاتب المتواضعة والغير مؤثثة والظروف الصعبة التي يعاني منها مكتب الأشغال والطرق بعدن. بالنسبة للمحلات التجارية سواء كانت محلات مؤجرة أو هناجر أو مستودعات أو حتى مصانع، تم النزول وحصر الأضرار كاملة فيها، والآن هي في طور تحويل البيانات الموجودة في الاستمارات إلى جداول الكميات والإعداد التكلفة التقديرية لها. طبعا تم حصر حوالي 120 منشأة تجارية تشمل محلات تجارية صغيرة مثل الصيدليات، البقالات، وهناجر ومستودعات، ومصانع كبيرة، مصانع كبيرة للبلاط والطوب والسجاد والحديد. وإن شاء الله طبعا الأولوية هنا أعطيت المساكن المواطنين، ففي المرافق الحكومية والمحلات التجارية بيأتي دورها إن شاء الله بعد ترتيب عملية حدث الإعمار بالشكل المطلوب. الغرفة التجارية قامت مشكورة، وعقدنا بعض الاجتماعات، احنا كنا أعضاء في اللجنة، قدمنا لهم بعض الكشوفات التي تم مسحها من قبل مكتب الأشغال لبعض الهناجر اللي تعرضت لأضرار بليغة، خاصة في منطقة البساتين، في منطقة خور مكسر، في عدة مناطق، في منطقة الشيخ عثمان ودار سعد، في هناجر كثيرة جدا. قمنا بحصرها ورفع تكاليفها وقيمة أضرارها كاملة، ها، موجودة لدينا بالتفصيل كل الأضرار المتواجدة، إن كانت مباني تجارية أو للفنادق أو المشاهد السياحية أو المباني الحكومية. بس نحن كان لدينا مش تقدر تقول مش توجيهات فقط، إن كان عندنا أولويات، أعطينا مساكن المواطنين أولوية قصوى في عملية حصر الأضرار وتجهيز كافة الدراسات المتعلقة بذلك، تحسبا لأي طارئ، إن يعني أي طارئ متمثل بعملية التدفق المالي لجنة تسيير الإعمار ولا الوحدة التنفيذية للإعمار. ونحن هذه في الوقت هذا لدينا مبالغ محدودة جدا، أصرينا أن نقوم باستخدامها في مديرية التواهي بالترتيب، حبينا أن نخلص مديرية التواهي ثم المعلة وهكذا نمشي بجدول مسلسل نظرا لضعف المبالغ المتواجدة. بس عندنا مواعيد كبيرة أن الدولة سوف تقوم برفض الوحدة التنفيذية للإعمار أو لجنة تسيير الإعمار بمبالغ مستقبلية، علما بأن الدراسات كما أشرنا لها سابقا دراستنا متكاملة
إن كانت تشمل المباني السكنية أو المباني الأخرى مباني تجارية. الفنادق حصرناها كاملة اللي في خط عدن تعز، اللي في خط الساحل الأبيان، في عدة مواقع حصرنا الفنادق كاملة، حصرنا المباني التجارية، حصرنا المنشآت الحكومية، حصرنا الهناجر. أولوية القصوى حبينا أنه نبدأ بالأشياء المرتبطة بحياة الناس، هذا واحد. الشيء الثاني والأهم، كثير من الناس يتردد إلى مكتب الأشغال لديها طلبات كثيرة، خاصة ما يتعلق في مواضيع السيارات، الآثاث، المواشي. هذا طبعا احنا ما لدينا قرار داخل مكتب الأشغال نتطرق للمواضيع المتعلقة بذلك. نحن عندنا توجيهات، وتقدر تقول قرار، عندنا توجيهات بحصر المباني المدنية، مباني يعني الإنشائية فقط، إن كانت مباني سكنية، تجارية، فنادق، مباني سياحية أو حكومية. ما اضطر ما اتعدى ذلك، هذا مش خصاصنا وليس الذي قرب ذلك، هذا للتوضيح فقط. الهناجر حصرناها كاملة، ومداخلها طبعا للأسف الشديد لا يقرر لنا وليس لنا الخبرة بعملية تثمين المواد المتواجدة داخل الهناجر هذه أو غيرها، إن كانت سيارات أو مواشي أو مواد غذائية وغيرها. في غرفة تجارية هناك تقوم مشكورة، وقامت يعني بحصر كثير من الأضرار المتعلقة بذلك. حسب معلوماتي اللي موجودة إن الغرفة التجارية قامت بإنزال بعض المهندسين والتأكد من بعض المواد المتواجدة كانت واللي تلفت أو حرقت خلال فترة الحرب هذه. نحن مستعدين للتعاون مع أي جهة حكومية كانت سوف تقوم بعمليات تلبية لطلبات المواطنين هذه. اتجهنا إلى مركز شرطة دار سعد لنتعرف على حقيقة ما أصاب هنجر المستثمر عبد الله يحيى، وهناك التقينا بمسؤولي البحث الجنائي لإطلاعنا على نتيجة التحقيقات. تعرضت عدة مباني للهدم، للقصف، للدمار، قصف عشوائي من ميليشيات الحوثية الذي غزت على منطقة عدن، ومنها منطقة دار سعد، ونحن كنا في ذاك الفترة في هذا الموقع قريبين من جبهة المغتربين. تعرضت مبنى مديرية دار سعد للهدم والدمار، المستودعات الخلفية لشركة النفط من القسم اللي نحن الآن فيه تعرض للدمار والضرب. ساهموا معنا الأخوة التحالف، قاموا بالترميم، وتعرضت منها مستودعات رجل الأعمال الأخ عبد الله يحيى المقابلة لمبنى الشرطة. تعرضت لي في تاريخ 3/6/2015 للقصف والدمار، وحضر هو مبلغ، دولنا له بلاغ في 3/16/2015، وكانت يعني ألسنة اللهب متصاعدة بشكل كبير، لأن المستودع حقه يحتوي على مياه غازية ومشروبات ومواد هو يعني يعمل بها، تدمرت بشكل كامل، والمستودعات الآن لا تزال عادة على ما هي. بس نحن لما جاء هو عمل بلاغ كانت عادة بعض من الحوثيين على الاتجاه اللي فيها المخازن، لأنه كانت هي محادية، الموقع اللي فيه المستودع محادي ما بين أبطال المقاومة وما بين الحوثة. ونحن كنا نشاهد ألسنة اللهب يعني بكثافة. حصلوا أنه أبلغنا للمرة الثانية عن الدمار اللي لحق بالمكان، وتصاعدت ألسنة اللهب، لأنه كانت تعتقد في معه مواد حافظة أو شيء في المستودع. عاودت الالتهاب بتاريخ 28/7/2015، وعملنا له بلاغ بما حصل، وسجلنا قيدنا له بلاغ في قسم الشرطة، ومن بعده في ثاني يوم نزلنا معه إلى المستودعات، شاهدنا الحرارة يعني عاد المستودعات النيران منحبسة داخل المستودع، يعني كانت يعني النيران حريق بشكل غير عادي. كل يعلم ما صار من دمار لمحافظة عدن بشكل عام ومديرية دار سعد بشكل خاص، والدمار أطال عدة مباني منها المستشفيات والفنادق والمحلات التجارية لبعض التجار وغيرها. وبحكم موقعنا في دار سعد وبقرب من الحدث في التقاطع الذي كان بين الرصيف المؤدي إلى قولة مصعبين وقولة الكراع، كان الحوثة مسيطرين على المنطقة هذه وتسمى منطقة اللحوم، والمقاومة في الجنب الآخر من المغتربين وقولة الكراع، وكان ما بينهم ما بين الحوثة
والمقاومة الشعبية الرصيف فقط لا غير. وقد شهد تدمير شبه كامل يعني لبعض المرافق الحكومية والفنادق ومحلات التجار، ومن ضمنهم هنجر رجل الأعمال عبد الله يحيى الذي تعرض لأول المرة الأولى والمرة الثانية، وقام بإبلاغنا وتم النزول معه في المرة الأولى وتم النزول معه في المرة الثانية إلى داخل الهنجر، وشاهدنا الآثاث المكتبية والكمبيوترات وغيرها وغيرها مدمرة ومنتهية. وبالنسبة للعلب من مياه معدنية وعصائر وألبان وغيرها مرمية على الأرض تالفة محروقة نهائيا، كتلة من الركام، حتى السوائل العصائر ومياه مرمية يعني متعفرة في الأرض تصلبت. وحاولنا بقدر المستطاع أننا نسجل ونثبت له هذا الشيء بلاغ، لأنه حضر إلينا مبلغا وتم تسجيل له البلاغ، وعملنا أخذنا أقواله وفتحنا له محضر إلى حين بدء الإجراءات وفتح النيابات وغيرها لرفعها. قرار يكفي لإعادة ثقتنا في أنفسنا لكي نعيد العمل مرة أخرى، مصانع، متاجر، مغازل، يعني أشياء هي التي يعول عليها في إعادة هذا اليمن، في إعادة اليمن المدمر والمنهار والذي انهياره مستمر كل يوم. حتى في المناطق المحررة كل يوم مستمر الانهيار، انهيار في التعليم وفي الصحة وفي العملة وفي كل شيء. ماذا تريدون؟ أن نغادر اليمن، نسافر، نهاجر؟ ماذا تريدون من المستثمرين هؤلاء؟ يجلسوا معنا، افتحوا ملف التجارة لكي تعود، لكي نعيد بناء اليمن، لكي تعود التنمية. مخازننا تعرضت لدمار طبعا خلال الاشتباكات وخلال المعارك التي دارت في عدن، بحكم أنها كانت واقعة في خط مواجهة رئيسي. قدرت يعني حوالي بمئات الآلاف من الكراتين، 100,000 وأكثر تقريبا المخزون كان أنذاك، يقدر ثمنه بأكثر من 100 مليون وأكثر، بالإضافة إلى أصول ثابتة، كمبيوترات، مكاتب وأثاث وغيره، كل شيء أحرق ودمر، لأنها إضافة إلى سيارات وكذلك الهنجر والحوش وكل شيء، كل شيء دمر. نعمل من القيادة أن تلتفت إلينا ولو لفتة بسيطة، يعني جلوس معنا أو المهم فتح الملف هذا. لماذا الملف هذا مغلق إلى اليوم؟ ألا تعولون على هؤلاء بشيء في إعادة البناء؟ أول مرة الدولة خطابها معروف وتوجه أنه التعويض لكل الناس، سواء كان تاجر، سواء كان مواطن، سواء كان في أي مجال، لكن كما تعرف يعني الوضع الحالي، لكن هو التوجه، ولكن لازم كل الناس تتعوض، ما في التاجر اللي هو المهم برضه، لكن ظروف اللي ما شرحت لك، الظروف الاقتصادية وظروف الدولة حاليا بدأت بجزء بسيط في المساكن اللي هي أهم، لأن في عندنا مواطنين مشردين لليوم، لن نقدر لا ندفع إيجارات ولا نعيد للبيت، فهو أول أولى بهذه الخدمة إنك تعيد المساكن والمتاجر والتجار وكل هذا، هو على الدولة حمل إن تتحمل معهم، هو الشريحة الأهم، هو نحن منتظرين من الاستثمار إنه برضو يشيل معانا جزء أكبر بعد إعادة الإعمار، لأنه عندنا بطالة كبيرة، عندنا الكل يشتي توظيف من الدولة والدولة مع حجمة بسيط، وهذا القاطع الاستثمار والتاجر والاستثمار هو من يتحمل معانا أجر. ولكن قلت لك نحن نتعشم في دول التحالف والصناديق والدول كلها أن تساعدنا في هذا الإعمار، وعند كل ما جتك موازنة لهذا الإعمار بديت تعمر لكل واحد دمرت بيته ولكل واحد دمرت منشأته سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هذا ملزم على الدولة. لكن قلت لك الآن الوقت الحاضر لم يكون في موارد للصندوق هذا لإعادة الإعمار للكل بهذه السرعة، ولكن بدأنا خطوة الأولى عشان كمان الصناديق والدول المانحة تعرف أنك بديت أنت كدولة بديت في الإعمار عشان يسهموا معك. لكن إذا ما بديت الدول برضو تخوف تقول لك أنتم ما بديتم شو ولا شيء، لكن عندما يشوفوا أنه بدأنا ولو بالخطوة الأولى ممكن يجيك الدعم، يجيك صناديق، ونحن قلت لك على استعداد. والموضوع الآن الإعمار ما هو شيء إلا كمان في عدن متطلب، متطلب في كل الحال يمن، لأنه التركة كبيرة والحرب أكبر ولا زالت مستمر علينا، يعني الحرب علينا لا زالت من الانقلابيين حتى اليوم هذا. صح أن تحررت الآن بعض المحافظات، ولكن لا زال أثرها قائم ولا زال مهدد،
وهذا يتطلب جهود. نحن الآن بدأنا بالإعمار ونتمنى ونتعشى من دول التحالف والدول الصديقة بدعمنا في هذا المجال، لأن الموضوع أكبر والحجم كبير، الخسارة اللي آلت إليها البلد في هذا. محافظة عدن واحدة يمكن تتطلب أكثر أموال لإعادة الإعمار وإعادة الخدمات وإعادة حياة الناس. الناس يتطلب منك لما تنتهي الحرب انتهي إعادة الخدمات عشان يشعر أن انتهت الحرب، حرب اقتصادية، حرب إعلامية، حرب. وأنتم مؤمل عليكم الكثير، الإعلاميين بالذات وقناة عدن هذه اللي ما لها دور في المحافظة وما لها عند الناس من قبول، وهي تتلمس الخدمات واحتياجات الناس دائما. وأشكر كل القائمين عليها، وأشكر الأخ الرئيس عبد ربه منصور والحكومة وقيادة السلطة المحلية كلا في مجاله أن يدلوا في هذه المحافظة، لأن هي قلب اليمن حاليا وعاصمة اليمن. فإذا بدأنا فيها بالخطوة الصحيحة في الناحية الأمنية وناحية الخدمات والناحية كل شيء، الباقي المحافظات بتطبع بما تطبعت هي عدن، فعدن هي شريان الحياة في اليمن حاليا. وتبقى قصة هذا التاجر نموذجا لمئات بل لآلاف القصص المأساوية التي يعاني منها أهالي عاصمة عدن، الذين لا يطلبون قصورا ولا جسورا، بل هم يطلبون حقوق شعب يريد أن يعيش بأمن وأمان وحرية في ظل دولة يسودها الأمن والاستقرار والعيش الكريم.